بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم فكر واربح. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل قدم اسمك للأخوة. يوسف عبد الكريم الهوتي. أهلا. مستعد تواصل؟ نعم واصل. ترى ما تخلينا نبند الليتات ونولعهن. إن شاء الله تولعهن. زين. السؤال يقول أين تسكن الأيل أو الأيل جمع أيل؟ وين تسكن؟ في غابات جبال الهملايا. الأخ مشى خطوة. السؤال الثاني يقول ماذا كان دور البيروني علميا في مسألة العيون والينابيع؟ أكيد شرح علميا كيف نشأت العيون والينابيع. في عام 1750 تم اكتشاف الألماس في وين؟ 1750 50. وين اكتشفوا؟ في البرازيل. في البرازيل. وصل لأخ وصل، شجعوه. هل تعرف كيف يعمل قلب الإسفنج؟ القلب ما له قلب. الإسفنج ما له قلب، وأيضا الجواب صحيح. أستاذة سميرة سعيد، أهلا بك أولا في عمان، وثانيا خلال برنامج فكر واربح. الجمهور تعرف عليك من خلال هاي أغنية تقريبا. بالنسبة للعالم العربي أو يعني في نطاق المغرب العربي فقط. أولا في نطاق المغرب العربي. هي أغنية لقاء كانت أول أغنية عاطفية، فطبعا أخذ النجاح لا بأس به طبعا. سيدي سيدي إمتى يا سيدي نبقى زي زمان، لو جبول الشمس في إيدي أنت قمر كمان. ماذا كان اسم كتابه الذي شمل دراسة في التاريخ المقارن؟ الآثار الباقية عن القرون الخالية. الآثار الباقية عن القرون الخالية. الجواب صحيح. صحيح. إذن الأخ مشي خطوة، لا تستعجل. نشوف. السؤال الثاني يقول ما اسم الكتاب الذي ألفه البيروني بعد امتداد الفتوحات الإسلامية إلى الهند؟ كتاب الهند. كتاب الهند طبعا معروف. صح.